الدار البيضاء باش نعطيكم الأثمنة ديال الدجاج في هذا الصباح دائما مع السي الجغمومي اللي غادي يعطينا الأثمنة واخا هو كيتعرض للتهديدات بأنه علاش كتعطي الثمن. تفضل. كنسلم على خير خلاص. كنسلم على جميع المغاربة في أرض الوطن وخارج الوطن. خويا بالنسبة للأثمنة اليوم كاين 17 درهم. 17 درهم هنا. شحال ياخذوا الناس؟ ياخذوا ب 19 ونص. يعني ياخذوا 390 ريال. 90 ريال وراه مزيان عليهم. واللي زاد عليهم؟ اللي زاد عليهم راه باين باغي ياكل من رزقهم. اللي زاد عليهم راه تشوف. اللي باغي يزيد شنو غادي يزيد؟ باغي يزيد ياكل. باش تبدا السي الجغمومي واحد السؤال خطير هو ان نهار الاربعاء اللي فات كنت جيت عندك ولا الثلاث وهنا تباع هنا تباع الدجاج ب 16 درهم. على قلتي لي بان الدجاج غادي يتباع في الحوانت 19 ولا 20 ياك يعني واحد في اناسي منطقه اناسي كيبيع لهم 280 ب 14 درهم. هذاك راه باين شفار هذا ما نبقاوش كنا نهضروا هذه الهضره هذه. لا باش الناس يفهموا واحد في اناسي باع لهم ب 14 درهم الكيلو. هذا هما تيبيع لهم وعارفين كيفاش 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 غينصب عليهم هذا كيفاش ينصب له واحد الخدمه ديالو طريقته ديك الشفار عارف واش يدير والشفار غنوري انا اش يدير هو عارف خدمته هذه الحال واحد محترف واحد الدومين قال لهم كنجيبها من الفيرما فين الفيرما فين كاين عندهم في الكات في البرزخ اما في الدنيا ما كاين حتى فيرما تدير لها الثمن ياك واش غادي فين غادي الثمن وتصور ان هنا قلت لي 310 درهم 19 درهم باش تبيعوا كاينه 310 في الفيرما ودرنا حنا 19 درهم باش يبيعوا الناس وانت قلتي كيدير 14 درهم هذا قال لك 14 درهم شوف باش 280 حنا باش نكونوا واضحين نقول لك الشيء اللي كاين هذه الاثمنه اللي تقول فيها ما كايناش ما كايناش وما تدخلش للدماغ انا باش غيدخل الناس والناس اللي عندهم تيشطوا واحد الضو راه دابا ديك الناس ديال الاناسي بدي يسولوا ما بغينا يشريوا الثمن ما عندهمش مشكل خاصو يقول لي رخا فهمت ولا لا خاصو يقول لي رخا انا والاثمنه بشحال صافي تي تي تيقول لي 180 ياخذوا الدجاج وخا يقول لي جايبو من السبي يقول لي ارا ليا وخا يعرفوا بخيون جايبو من الفيرما بخيون ياخذوا عنده حيت ما غادوش الغرض هو بغى رخا بغى ديك 180 يسمعها اما السكرة عاد السكرة دير السكرة في هنا 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 هذه راه مدرسة جمعية اتصلت بيا السيدة تابعة لإحدى الجمعيات ونقدروا نمشيو عندها تابعة لإحدى الجمعيات
كتقول بان كان عندهم واحد الحفل في واحد المدرسه، مشاو ياخذوا 60 دجاجه، قال لهم نحسبها لكم 280. هذاك النهار انت عطيتيني انت التصريح، قلت لي بان الدجاج كيتباع خارج من الفيرما ب 310 درهم. قلت لها ما يمكنش. شنو كتقول للسيد؟ السيد راه باينه كتشوف راه معروفه هذه الحاجه ظاهره. اللي تيبيع شي اثمنه ما كاينينش. ودابا حنا غادي نقولوا دابا شي حاجه اخرى، خلي كاع الماده ديال الدجاج. تفضل. حنا غادي نقولوا دابا اللحم غنقول لك كاينه ب 600 درهم الكيلو، واش غتصدقها؟ عندك الصح. ودابا كاين 100 درهم 10 درهم اللي كاينه، اللي ولد الناس وولد الحلال وتيشري شي رخاوه وتيشري داك الشيء كثير دابا ب 90 درهم، هادو دوك اللي تيشوا الرخاف في الجزيره. وانت تقول حتى واحد الثمن اللي ما 280 ما يمكن 280 والدجاج ما كاينوش قليل. شنو رساله توجه الناس ديال الانازي على هذا السيد اللي كيبيع 280؟ انا الرساله اللي كنوجهها لدوك الناس هما الحوان ديال تما شفاره، علاش ما يمشوش لدابا الكوميساريه حداهم؟ انا وراه كاين السيد تما كاين الكوميسار تعرفون هذاك السيد ولا يقولوا له واحد القضيه؟ لا راه يجيبوا لي الكارطات ويصيفطوها. لا واحد القضيه يقولوا له اعطينا الدجاج ياخذوه من عندنا. علاش غيقول احنا ناخذ الدجاج حي؟ السيد انا ناخذ الدجاج هو 280 غنعطينا 16 درهم ويجيبوا لي. انا نعطي 16 درهم يخرجوا عندنا ربح جوج هنا في الجمله يجيبوا لي ناخذوا عندهم. واو 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 شوفوا ان تاجر ديال الجمله كيقول لك الا هذا عنده 280 عنده 280 في انا نعطيه وحنا عنده 16 درهم يصيفطوا لنا دابا ناخذوا داك الشيء هذا ناخذوا عنده البيع وحنا في السوق تصوروا مع الفلوس هنا علاش غنمشيو عنده ضمون ونعاود ناخذوا نبدلوا البيع هذا راه بين هذا الشفار وتيبغوا من النصب هما حتى المغاربه كاين شي نوع فيهم تيبغي اللي ينصب عليه تدا واش حتى ما تيبان لك الثمن الناس نايضه ضشه في الغلاء العام كله والحمد لله ترخى في السوق وتدا تقول لي كاين 14 درهم وهذا الكسب راه ما طلعش لي 14 درهم الكسب اللي كسب راه كاين دابا الدجاج اللي داخل دابا راه كاين طالب 17 درهم 18 درهم للناس الناس اللي مول الفيرمات راه تنطلب الله يكون ليهم اخوتي راه هادشي راه صعيب راه كنعاونوا علينا حنا راه ما ندخلوش فلوس واحد ما ندخلوش راه كاين الغلا بزاف كاين الغلا الناس راه غالطين ماشي انا واحد الدجاج يضحك عليهم تيقول يعني ما يمكنش ميشي هذه ما تدخلش الراس وما عارفاش حنا راه الحمد لله الامن تما راه ما كاينينش راه هذوك هما الحوانت اللي ما كاينينش ما تشم عليه والو شعب مسكين تيسمع الرخا باغي يشري الرخا ضاع والغلا تيسمع الرخا تيقول لك ناخذ الرخا اما راه هذوك الناس ديال انافي ديال الحوانت هما ديال الحوانت اللي ما دايرينش الخدمه ديالهم وما طبقش القانون ديالهم اللي هاد السيد يقول 280 وسط الحوانتيه والحوانتيه ساكتين ليه وانا واش هذاك الشيء شوف غادي تشوف الظلم ودي ودي ما تسمعوا والو هذا كيشفر ماشي تي هذا ماشي يشفر تي كريسي ماشي تيشفر الحمد لله كان طبيب كاين كل شيء كاين ما كانش حاجه ممنوعه راه غنعرفوا حنا الاولين ولا كانش حاجه تضرب المواطن راه غنعرفوا حنا الاولين ما غيرش المواطن يعني السجن ما يمكنش هذه ما تدخلش الراس وما كايناش ياك واللي يشرى من عنده راه هو بحاله حتى انت معروف وتشوف السوق شحال داير هنا تشوف السوق كله يعطينا حنا خويا دجاجنا ب 16 درهم يعطينا حنا دجاجنا ب 16 درهم ونوصل ناخذ عنده ها هما جوج جمل قداش قد الخلا واش على راهم ديال الدجاج واش هذا نقولوا هضره اللي ما كاين اللي كنكذبوا على الناس ما كنكذبوش على الناس هذا انا بعدا ما نكذبش على عباد الله فيهم الناس اللي انس تنعرفهم كلهم حنا كبرنا في انس تنعرفوا انس مزيان ما كاينش في الناس وناس ساكن دابا ضاعكم الغلا راه تيتفلوا علينا هادشي اللي كاين هو هذا بالضبط اما الاثمنه اللي كاينه واخا الاثمنه الحاج الاثمنه اخرى 17 درهم هنا 17 درهم هنا 17 درهم هنا 17 درهم شحال ياخذوا من الناس عمالة الحي المحمدي ياخذوا ب 19 ونص 19 درهم دار والنواحي والنواحي هم دابا احنا تنقول احنا دابا الحمراء حنا تنقولوا دابا موضوعنا تيصيفطوا شي اثمنه تيصيفطوا خلي هذا الفيديو ديالك انت تفضل الفيديو ديالك هذا والله يعجبه هو اللي بين الصراحه لمولي الحوانت وهو اللي بين الصراحه لمولي الفيرمات ولو الناس ام حريفيه معانا وما حاملكش تدخل هنا للسوق لا ماشي هادو شفاره ما باغيش المعقول حيت هاد الناس شفاره باغاني كريسي ديال الشعبين نصبوا عليه ما باغيش حقيقه تبان اي واحد انا تنقولها ونعاود نقولها هاد الناس اللي عندنا في هذا المارشي هادو راه ماش نقول لك راه فيهم الشياطين الانس انا واش الحق حنا نقول لك شي اللي كاين داك الشيء اللي كان في الصغير يتقال الله يجازيهم الله يجازيهم ماشي مشكل الحاج حنا ما عندناش مشكل خليهم يقولوا اللي بغاو ماشي مشكل حنا خارجين نديرو خدمتنا حنا تنقول حنا تصدق على وليدات خليهم يديروا اللي بغاو ويقولوا اللي بغاو حنا تنقول داك الشيء اللي كاين الدجاج الحمراء ما كاينهاش فيها سبعة الفياجات تيبيعوها ب 11 درهم مكسيه وتيبيعوا لنا انا نص تيبيعها ب 9 دراهم وتيقولوا الناس تيصيفطوا 7 دراهم 4 دراهم وهاد الناس اللي تيصيفطوا راه داير باسم تيصليو اللي تيصيفط الفيديو وتينصبوا على مول الفيرما حتى مول الحمراء ومول الحمراء دابا اش نقول راه كل ما شاء الله تزدم البيضة العام راه ما يبقاش فيهم واحد الظلم اللي كاين واحد ما يبقاش فيهم داروا شركه في السوق وشنو بيصير
كنت بغي توصل لهم الحال دابا هادوك الناس موالي اللي فيرما تيعرفوني تنعرف دابا راه تنهضر معاهم تنقول لهم داك الشيء اللي كاين وما تلفظش عليهم هادوك الناس موالي اللي فيرما تنقول لهم انا نردوا لي الرزق ما تبقوش تيقوا راه واحد لان وليت يشتري راه ما تيشريش 20 واحد واللي مشى للفيرما تيشري تيحبسو تيقول لي ما تمشيش حتى ولا قطع عليه هو ب 10 دراهم 7 دراهم تيقول لي انا غنبيع لك ب 5 دراهم علاش غتمشي تعدمو للفيرما هذاك انت وليت تيشري عندو هنا من السوق تيقول لك جاب انا فيصل صوري 5000 درهم 6000 درهم علاش غتمشي تعدمو للفيرما وكاين شي مول الفيرمات انا وهذا الشيء كان فايت وما انا نعرف الحقيقه راه تيعيطوا لنا بحال ما تعيطوش لنا راه ما تعيطوا لينا تفضل كانوا انا تعيط لي ما تيبغيش يجاوبك تيقول لك سمع انا انا تيقول لي تنصوبوا معاك واش كاين شي دجاجه انا وهاد القصه مول هاد تفضل هاد القصه مول الحمراء لانه الدجاجه ردونا بجوج درهم ودرهم ونص حتى ولاو انا تيفكروا يحرقوها باش يقول لك هادي تعرفوا انا هاد القصه كلهم ولاو تيفكروها انا نقول لك اودي الثمن اللي تجيب هذه خمس بطيمه تجيب 15 مليون حنا غادي نشوفوا كيفاش نديروا ليها انه نذبحوها ولا نديروا لها شي حال ولا نحرقوها ولا تيفكروا بحرق يحرقوها فين قال المشكل قال المشكل ما لا انصا قالت لي مودي ما يمكنش نذبحوا الدجاج نحرقوا الدجاج والشعب محتاج ليها وحنا انا وتنشكر المديره ديال المقابر ديال المغرب اللي انا قلت لي مودي حنا راه ما عندناش فين ندفنوا حتى بنادم راه 100 قصر تمشينا في العام في الدفن ديال المغاربه الله يرحم جميع الاموات المسلمين يا ربي امين قالت لي مودي راه 100 قصر اللي تمشي راه ما قادروش يديروا شي حاجه في الارض اللي تضر بالبيئه وحبست داك الشيء الشعب محتاج للدجاجه الحمراء ونوضوا حنا نبقاو نهبطوا لها الثمن نهبطوا لها الثمن نهبطوا لها الثمن جوج درهم جوج درهم ونص والنصب والاحتيال والكذوب والشو اكبر كذابه واكبر ظالمين وتيقول لك حقر الشيء انا وحده قدامك جا قال لي راه غيبقوا تيقتلوك انا والله ما كرهت نموت دابا على كلمة الحق ما عرفتش انا قالوا لي شنو قالوا انا ما عنديش مشكل فيهم شي يقول لي هذاك الهضره ديال النصب ديال الفلوس احنا خاص حنا ما خدامينش على الفلوس حنا خدامين على الوطن ديالنا وعلى المغاربه خوت هذوك الدراويش خدامين عليهم والاغنياء الله يسهل عليهم ولكن بين صاحب الشركه كان هو اللي غادي يتقال كي اليوم كي غدا كي بعد غدا كي بعد غدا واخا الاثمنه الحاجه الصباح لا الاثمنه خاصها 16 درهم الرومي رومي شحال ياخذوا الناس 16 درهم اللي كان ينسب كان 16 اللي ما كانش انا كان 340 ريال يجي ناخذوا لي حنا الدجاج ب 340 شحال ياخذوا الناس ياخذوا ب 19 درهم ونص 390 الكروازي 390 الكروازي وكاين اللي غادي يبيع ب 19 ولكن بلاتي بلاتي يا شريفك بلاتي خلي السيدي الدجاجة الحمراء كاينة نص نص سعود دراهم شحال ياخذوها الناس؟ غياخذها ب 12 درهم وكاينة الدجاجة المكسية 11 درهم غادي ياخذها ب 14 درهم باش غادي ياخذوها والدجاج البلدي دار 60 درهم البارح 65 درهم باش ياخذوها ولا دانا دار 24 درهم الكيلو حي اللي مشوش ناس غالطين راه حي انه عندنا انا في المارشي درت 24 درهم يعني بيبي البيض لا داند البيض البيبي البيض انه راه كاين هنا ب 24 درهم شويه طلع ياك اه كاين شويه كاين شويه ما شويه طالع بدا يكون راه الشهر بدا يدور شويه الفلوس وشحال كل الناس مساكن يتقبل شحال ياخذوا الناس هذاك عنده الكيلو ديالو ما تيتبعش انا اللي غادي ياخذ حبه راه غادي ياخذها والثمن باش غادي ياخذها مارادونا الدجاج المارادونا اخويا 16 درهم اللي دايره 16 درهم اه ياج واحد اللي فيها وشحال ياخذوها الناس 16 ياخذوا تقريبا بالك 18 درهم 19 درهم غادي ناخذوا شوف شوف هذا هو الثمن ديالك كاين اخي غادي يرك الحاج حنا حنا خاصنا نزقوا مع اللي غيقتلونا بعدا لا شي واحد بغى يعرفني تنسكن في عين الشوق اللي بغى يجي يقتلني مرحبا انا ما كاينش مشكل بغيت ثاني مرة نعطيه لي مرحبا بي ما كاينش المشكل حنا راه ما تدخلوش بالموت حنا راه حنا عارفين الله كاين هو اللي كاين والارواح ما تزهق الا هو واللي ما كاش امر من عنده راه ما تجيش ولا قسم الله عليه طريقه وما يجي مرحبا ما كاش مشكل اما حنا التمر غير قال كل هون انما هذاك هذا نداء السي جرمومي هذا نداء كنوجهوه للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف بمدينه الدار البيضاء باننا كنتعرضوا لتهديد من اشخاص مجهولين كيقولوا بانهم علاش كنديروا هذا الروبورتاج في هذا الصباح وكنعطيو الاثمنه راه خاصنا نموتوا اذا الا وقعت شي حاجه ولا تعرضنا لاعتداء راه هاد الناس اللي كاينين داخل السوق او خارجه راه كيتحملوا المسؤوليه كمل شوف اذا وصل هاد الناس هادو الاثمنه وصلوها ويوميا غادي نوصل ولكن انه صعدت الوالده للدار بدا نوجه ليه نداء باش يشوف عين الرحمه من هاد الناس هاد الناس المواطنين هاد الناس هاد الناس التجار ديال الدار البيضاء وجميع الدار البيضاء وجميع المدن حتى تعرفوا تعرفوا انا معقول وتنعرفوا مزيان وعارفوا مزيان اه والسيم هيدي وانا راه شفتو مهما تعين في الدار البيضاء شفتو في الشارع طاح هو راه غير في حدا الوليد الامن ديال شارع القدس ديال عين الشق اه وداك الرجل راه معقول هاد الناس اللي تينوضوا تيحبسوا الناس على اللحم ويبغوا يديوا ليهم عطيوهم مهله 8 شهور ولا 10 شهور وحنا مع النظافه
وحنا مع التطور والتكنولوجيا حنا معاها ومعنقة ومع النظر حنا ما نبغوش حاجه معفونيه كل شيء حتى حنا حنا معاهم ماشي ضدهم ولكن باش نجيو اليوم ما بين غدا حبسوا اليوم راه ما يمكنش حيت هاد الناس هما راه كاينين راه كان 18 مليون الناس اللي خدام في الدجاج ما مش خدام واحد وجوج راه خدام الفيرما خدام الشيفور خدام الدريج خدام الحانوت خدام اللي ياكل وهاد السوق راه هو اللي تيخرج اثمنه في المغرب كله هاد السوق هذا هو اللي تيخرج اثمنه باش يعرفوا الناس كامله راه هذا هو انه المنبع ديال الاثمنه الا حيد هاد السوق هذا الاثمنه المواطن ما بقاش يعرف اش غادي ياكل وما بقاش يعرف شحال غادي يشري انا نقول للمواطنين كاملين المغاربه اللي تياكلوا الدجاج راه هذا هو اللي تيخرجكم السوق وهذا تيوريكم الاسعار وردوا البال الاثمنه على ذيك الاسعار عاود ذكرهم الاسعار الحاج الاسعار دابا كاين اخويا كاين اليوم 17 درهم 19 ونص ماشي شحال ياخذوه 19 درهم ونص وكاين غايبيع 19 درهم الحمراء كاينه 9 درهم نص نص شحال ياخذوه 12 درهم والمكسيه كاينه 11 درهم ياخذوها ب 14 درهم والبيبي 24 درهم والبلدي 60 درهم 65 باش غادي ياخذوه هذا راه مارادونا كله الا وجد راه عاد مشي الثمن مارادونا الشرق وشرق مارادونا كاينه 16 درهم ياخذوه الناس ما بين 18 19 باش غادي وكاين فياج واحد حنا تنقول لهم داك الشيء اللي كان في السوق وما غادي نزيدو ما غادي نقصو وما عندناش مناش غادي نخافو وتنشكر السي المعوني انه اللي موجد لينا تنشكروه لانه الحمد لله اللي موجد الامن كاين الامن كاين المغزل كاين الطبيب كلشي كاين البيطاره كلشي كاين هنا انا سوق صحي سلامات صحيه ما يبداش يدير لنا ديك الكذوبات ديال حكاكا والدجاج في الشبلاصه قدامو تسناك مونسناك راه ماشي مسطي واخا مالي من السوق تيجيبوش خاصهم يجيبو على راسهم هما حنا غنجمعو على الحرفه ديالنا علاش نجيبو هاد الناس اللي كذبوا علينا تيكذبوا على الحرفه ديالنا تيبداو يجيبو لينا وحدين من انه اش في هادي هادي تيبين لك برهان ديال الكذوب جيت ويا امس هادي شهر ولا جيت لنا الشمكار تيورينا حق الدجاج ميت تيدو مالين السناقات اليوم نتو نحبسو مالين البيكوبات مالين الشوات باش يفهموا الناس مزيان مالين السناقات مالين الشاورما نوضو نحبسو هما يذبحو الدجاج ديال البطوار راه كاين عدد حنا الاوراق ديال الصوت اللي بغى يجي اي مول السناق حنا راه ما حنا عندنا الحمد لله والي وعندنا عامل ديال عين صغر تنشكروه راه عندنا اللي بغى الاوراق ديال السوق مارشي الدجاج يجي ياخذ من عندنا حنا نوقفوا معاه تياخذ الورقه ويدا انا راه يا من خيط الحم يديها عاد تاهو يحطها لهم ملي يجوا الناس الناس ديال لانصر يعطيهم الورقه وديك الساعه ما قبلوهاش النظريه ديالهم وحنا تنطلبوا الله يحفظ سيدنا الملك محمد السادس الله يحفظه والله ينصر مولاي الحسن ومولاي رشيد ولاله خديجه وجميع المغاربه ومالكنا حنا تنموتوا عليك وتناضلوا وعزيز علينا وراك في قلوبنا ونطلبوا الله يحفظك لينا وهذا العيد المسيره ترحموا على جلاله الملك حسن الثاني الله يرحمه ومحمد الخامس نضال الشرفاء المناضلين اللي ناضوا على بلادنا وعايشونا في الرحمه والحمد لله ونطلبوا الله يرحمهم ونطلبوا الله يبارك في اللي باقي في الملك مولاي محمد السادس ومولاي الحسن ومولاي رشيد ولاله خديجه وجميع القصر حنا تنموت عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم السلام هذه التيو على هذا المباشر وحنا يتم في عندنا اقامه الصلاه